السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غيكون هو واحد الفيديو مختلف على الفيديوهات السابقه، اللي يعني هذا ماشي درس ولكن في حد ذاته واحد الحاجه اللي هي فيها واحد نقدم لكم واحد المعلومه، يعني واحد الطريقه انا اعتمدتها السنه الماضيه في اجتياز ديال امتحان ديال التاريخ والجغرافيا. يعني كيف كتشوفوا هنا واحد ورقه قدامكم، غتقولوا لاش هاد الورقه مكتوبه بهذا الشكل؟ وممكن اعتذر بعدا اولا على الكتابه، حيت كتبتها بالزربه. يعني انا غنحاول نقول لكم شنو كاين فيها، ولا بغيتوا تاكدوا من هذه صحه هذه المعلومات غترجعوا غتاكدوا، حيت كل شيء كاين في الانترنت، كاينين المواضيع، كاين السنوات الوطنيات، كل شيء كاين. هاد الفيديو درتو باش نقلص لكم عدد الدروس. قلت لكم بان المقال هاد العام ان شاء الله غيتحط في التاريخ، والتاريخ فيها شي 18 درس، وبزاف ديال التلاميذ باقيين ما بداو، كاين اللي باقي ما بداوش الحفاظه، كاين اللي هو عنده صعوبه في الحفظ، وخصوصا التاريخ تيقول لك انا كنحفظ درس وكينسى عليا درس. يعني صراحه الحفظ تحت ما كيقدر عليه، يعني الاغلبيه لا بليبار ان الحفظ كيجيهم صعيب. هاد الطريقه اللي انا درتها معاكم، اللي بغيت نوريها لكم، يعني هاد يعني في هاد الفيديو انا اعتمدتها السنه الماضيه باش يعني قلصت عدد الدروس وما حفظتش كلشي، حفظت غير الدول، كان داك العام الوطني في الجغرافيا. وبفضل هاد الطريقه هادي اللي درت جبت 19 في التاريخ والجغرافيا. يعني ما مشيتش حفظت ديك الدروس كلهم، يعني شفت انه الدروس اللي كيتكرروا بحال هنا كيف كتشوفوا في هذه الورقه هذه، كاين امتحان الوطني ديال الدوره العاديه، وكاين وطنيات ديال الدوره الاستدراكيه. وسنه بحال دابا 2012 كمثال كيتحطوا فيها جوج مواضيع، 2012 تحط الوطني في التاريخ، الموضوع الاول اللي تحط وصفيات الاستعمار وبروز العالم الثالث، وفيه الكفاح من اجل الاستقلال، هذا درس في المغرب، والحركه الاستقلاليه بالجزائر وتونس. والموضوع الثاني كانت ازمه 1923 والثوره الروسيه. وثاني في الدوره الاستدراكيه ديال 2013 غلقاو ثاني واحد الموضوع، كاين فيه الثوره الروسيه، كاين القطبيه الثنائيه، كاين النظام العالمي الجديد، والموضوع الثاني كاين الحركات الاستقلاليه في المشرق العربي والقضيه الفلسطينيه والكفاح من اجل الاستقلال. المهم هادو دروس. انا اللي بغيتكم تلاحظوا معايا هنا بالنسبه لهاد السنوات هادو، هو كاين شي دروس كيتكرروا وفي كل عام، ماشي زعما ما كاينينش في واحد العام، يعني واحد المجال فرعي. هذاك تاريخ العالم راه حطيت لكم الاطار المرجعي ديال التاريخ والجغرافيا، وركز لكم على ديال التاريخ، وكاين في هذاك الاطار المرجعي رجعوا ليه وشوفوه، كاين فيه واحد المجال فرعي اول سميتو تاريخ العالم. هاد تاريخ العالم فيه دول، فيه الحرب العالميه الاولى، الحرب العالميه الثانيه، ازمه 1929، الثوره الروسيه، تصفيه الاستعمار بروز العالم الثالث، كاين القطبيه الثنائيه، كاين القطبيه الاحاديه. المهم دوك ثمانيه الدروس اللي كاينين تمايا هما اللي غتركزوا عليهم وغتحفظوا، هذوك ثمانيه الدروس اللي كاينين في هذاك المجال الفرعي الاول. يعني انا اللي ما دارش يرجع لهذاك الفيديو ديال فيه التاريخ ديال التاريخ، وغتلقاو فيه المجال الفرعي الاول. هانتوما كيف تتشوفوا، كاينه قلنا في 2013 كاين هذاك الثوره الروسيه والقطبيه الثنائيه والنظام العالمي الجديد، كاين في 2014 كاين تاني الحرب العالميه الثانيه، الصراع العربي الاسرائيلي، هذا ما تمشوفوش حيت كيعطيهم مخلطين. هادشي علاش نقول لكم كتقولوا لا نحفظوا الحرب العالميه الثانيه، الحرب العالميه الثانيه كتعطى مخلطه، كتعطى معاها مواضيع اخرى. بينما الموضوع الثاني الا شفتوه في 2014 كاين الثوره الروسيه، كاين الحرب البارده، كاين النظام العالمي الجديد. في 2015 غتلقاو تاني الحرب العالميه الاولى، ازمه 1929، النتائج السياسيه للحرب العالميه الثانيه. الا جيتو ثاني 2016 غتلقاو الموضوع الاول فيه الحرب العالميه الثانيه، القطبيه الثنائيه، الحرب البارده، التعايش السلمي، هذا كله في الحرب، هذا في القطبيه الثنائيه. والموضوع ثاني في 2017 غتلقاو ثاني ان كاين ازمات الديمقراطيات، هذا درس تابع، يعني واحد لابارتي كاينه في الثوره الروسيه، ازمه الديمقراطيات، وكاين ازمه 1929، وكاين الحرب العالميه الثانيه. كيف كتشوف هاد المواضيع اللي قلت لكم ان هاد الدروس كتكرروا في واحد الموضوع، وهاد الدروس مجموعين في واحد المجال فرعي اول سميتو تاريخ العالم، رجعوا ليه وغتلقاوه، وغنحاول نحط لكم الصوره ديالو ونشوف ونحدد لكم هذوك الدروس، يعني باش تعرفوا الدروس اللي خاصكم تمشيو تحفظوا. هادشي اللي كنقول لكم انا، ما غتشدوش غير هكاك وتاخذوه، حاولوا تاكدوا الصحه ديالو، يعني صحه ديال يعني
كاين النساء بزاف اللي ما كيتقبلش اي حاجه كتعطى ليه، يمشي يقلب على هاد الوطنيات ديال 2012 2013 2014 2015 و16 و17 ويشوف فيهم التاريخ الوطني ديال التاريخ، ويكتب الموضوع اللي كيتكرر. هاد التاريخ العالم كيتكرر بوحدو مجموع، ما تقولوش مشو نحفظو تاريخ، مشو نحفظو المغرب، دروس المغرب، دروس المغرب راه كتعطى مع الحرب العالميه الاولى، كتعطى مع الحرب العالميه الثانيه، كتعطى مع الحركه الاستقلاليه بالجزائر وتونس. كيف كتشوفوا نيت هنا، شوفوا هنايا وغتلقاو المغرب كيفاش كتحط. هنايا كاين هنايا المقاومه المسلحه في 2017 معها المقاومه الفلسطينيه، معها الحرب العالميه الثانيه، ومعها الحركه الوطنيه. ما تركزوش على درس المغرب بوحدو، حيت درس المغرب راه كيتعطى معاه كل هذوك المجالات الفرعيه بثلاثه، كيتعطاهم خلطين في واحد الموضوع، بينما واحد الموضوع كذاك تاريخ العالم ما تلقاوش كيفاش يدخلوا تيدخلوا فيه المغرب. المهم هذا الشيء اللي يعني هذا هو يعني اللي يعني بغيت باش نوضح لكم في هذا الفيديو، نختصر عليكم الوقت والجهد، اصلا ما بقاش الوقت. هادشي اللي بقى يلاه يقدكم باش تحفظوا هاد الدروس هادو. وكاينه حاجه اخرى ثاني خاصكم تحفظوها ما تغفلوش عليها، هي يعني هادوك الجغرافيا ما تقولكمش ما تحفظوهاش، ولكن راه كاين فيها واحد جوج نقاط في الاخير بالنسبه للدراسه ديال الوثائق، كاين واحد جوج نقاط على يعني الجغرافيا كلها عليها واحد جوج نقاط. سيروا وشوفوا هذوك جوج نقاط اشنو هما الاسئله اللي كتكرروا فيها، علاش كيعاودوا يهضروا؟ بعض المرات كيهضروا على المشاكل، بعض المرات على التحديات ديال الدول. المهم نتوما شوفوا شنو تركزوا وشوفوا اشنو غتحفظوا، يعني ما غتحفظوش كل يوم، غتشوفوا داك السؤال كداك العام انا درت هكذا، مشيت التاريخ وشفت السؤال اللي كيتكرر في ديك جوج نقاط اللي تحت، السؤال اللي كيتكرر في كل وطني، شنو هو السؤال اللي كيتكرر في هذوك الوثائق في التاريخ. لقيت انهم بزاف تيهضروا على المغرب، وركز على دروس المغرب صافي، هادشي اللي انا اللي حفظت في التاريخ داك العام. وكيف قلت لكم يعني الطريقه ديالتي الحمد لله ما خيباتنيش، ما ضيعت حتى نقطه، ديك النقطه ديال 19 وديك النقطه ما عرفتش فاش مشات، يمكن في الورقه او في يعني ما بغاش المصحح يعطي 20 كلها ولا ما، المهم ضروري ما تكون شي حاجه ناقصه. المهم هادشي اللي حبيت باش نشارك مع باش نتقاسم معكم في هذا الفيديو هذا، وكنتمنى منكم ان هذه المعلومه ما تبخلوش بها، يعني بارطاجوها مع اصحابكم، يعني وصلوها لاكبر قدر من التلاميذ باش يستافدوا، والناس اللي ما كيقدروش يحفظوا حتى هما يلقاو واحد الوسيله باش كيقول لك يحاربوا ديك يحاربوا الصفر، وهذه ان شاء الله غتحاربوا الصفر وغتجيبوا المونسيون ان شاء الله. وبالنسبه لهذه الطريقه هذه راه متمدرسين او احرى، راه كلكم كدوزوا امتحان واحد وطني واحد، راه وطني على الصعيد الوطني، كيدوزوه الاحرار وكيدوزوه المتمدرسين، غير الاحرار كيكونوا معزولين بوحدهم والمتمدرسين بوحدهم، ولكن راه امتحان واحد. وحد موفق للجميع والسلام عليكم.